جينا بقى لفقرة المطبخ وهنعمل حاجة النهاردة لذيذة جدا جدا جدا. مين بيحب يساعد ماما في المطبخ؟ أنا. بجد وبتساعدوها فعلا؟ اه. وبتعملوا حاجات حلوة؟ اه. طيب انتوا يا أساتذة النهاردة هتعملوا لنا عصير لبن بالبلح. جربتوه قبل كده؟ لا. التمر باللبن؟ اه. ايوه دي أكتر حاجة بتدي طاقة وأكتر حاجة بتبقى حلوة جدا 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 وبتخلينا ما يبقاش عندنا أنيميا وبتقوي المناعة وبتخلي بشرتنا قوية وجميلة وكمان بتخلينا نبقى معدتنا حلوة ويتهضم بالراحة. حاجة حلوة 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 وجميلة جدا لوحدها. تعالوا بقى يا أساتذة اقعدوا هنا إيه حضروا لنا العصير بتاعنا النهاردة. هتحطوا لنا التمر ومعلقتين سكر عشان التمر معسل قوي، خلي بالكم ما تحطوش سكر كتير، واللبن. هنا بقى هنعمل إيه النهاردة؟ عارفين طبعا البيض المسلوق تحبوا تاكلوه، بس النهاردة هناكل البيض المسلوق بشكل يعني إيه مختلف شوية. هناكل بيض مسلوق عليه صلصة وموتزاريلا. هنعرف ازاي نسبك الصلصه. مين بيعرف يسبك صلصه؟ انت بتعرفي تسبكي صلصه بجد؟ طيب انا هعلمكم ازاي نسبك الصلصه، بس احنا اوريدي برضو ايه مسبكين الصلصه عشان بتاخد وقت فمسبكين صلصه اوريدي. فتعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض. ايوه هنعمل ايه؟ نفتح البوتاجاز على الاخر و لا اهي فتح كده اهو، ونبتدي نحط زيت طبعا كده اهو. حطيتوا انتوا بقى العصير ولا لسه؟ حطوا. طيب يلا البلح. ايوه ماشي. بنخلي الطاسه تسخن بالزيت بتاعها اوكي، وبعدين عشان نسبك اي صلصه بقى. هيا يا ريتا، هيا يا استاذ فهد، شكلك بتحب الطبيخ انت. نعمل ايه عشان نسبك اي صلصه؟ نحط شويه ثوم صغننين قوي كده اهو، ننزل بيهم كده اهو اوكي، ونحط شوية بصل برضو حلوين كده، مش يعني ماشي بصل مش هيقصر اوكي، اللي احنا مش عايزينه هننزله لتحت، وبعدين هنسيبهم كده شامين يتسبكوا مع بعض. اسمها كده ايه؟ يتشوحوا اسمها. ايوه مين هيقلب هنا لغاية اما يتشوحوا؟ يلا قلبي يا ست الكل. هنا اخبارنا ايه؟ نزلنا الطم؟ يلا نزله. نزلي معايا دهب. يلا قربوا كده البتاع ده في النص ما بينكم اوكي. انا ممكن انت جاي الاخبار جاي شوف كده الاخبار عندك ايه، وممكن ايوه حلو قوي الكلام ده، حلو قوي. واحنا بنقطعه كده طبعا احنا ما عندناش بذر الحمد لله في البيت، ممكن لو عندكم بذر لازم هنشيل البذر النوى بتاع البلح اسمه ايه؟ نوى. ايوه برافو يا دودو. دهب خالص. استنى استنى ما حطيناش سكر، ممكن نحط مثلا ايه معلقه سكر عشان لا معلقه عشان البلح مسكر قوي. ماشي يلا حط يا سيدي ونخلط. استنى استنى بتقول لك اوكي. هنا احنا ابتدت البصل والثوم بتوعنا يصفروا، اول ما يبتدوا يصفروا نقوم عندنا ايه بقى؟ اتخضي. لا ده بيخلطوا هتكون احلى اكله ان شاء الله. حلو قوي كده، حلو قوي 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 كده. ماشي انتوا تقريبا شبه جهزتوا. ريتا قالت هتكون احلى اكله. تفتكر هتكون احلى اكله ليه؟ عشان انت اللي بتعمليها؟ لا هجيب لك الكوبايات حالا. ماشي هنعمل ايه بقى؟ نحط طماطم مفرومه بتاعتنا. ماشي حاضر هخليك تحطها. هنحط معلقه صلصه. قلب انت يلا يا سيدي معلقه صلصه كمان ونقلب مع بعض. قلب خلي فهد يقلب. يلا مش عايزين صلصه تاني. احنا ممكن بقى ايه ممكن يعني ممكن نحط فتفوته هريسه. انا شلتها عشان ما بحبش الشطه، واحنا مش هنحط شطه كامله، مش هنخليها سبايسي قوي بس تدي ايه طعم كده. وحاطين فتفوته اوكي. ماشي ونشيل الاطباق بتاعتنا. هجيب لك حالا والله اوكي. وبعدين بقى ايه وانتوا بتقلبوا كده هنقوم حاطين بقيه الحاجات، شويه ملح، شويه حطينا البقدونس، وشويه اهو توابلنا الحلوه بابريكا ايوه كمون، دي بهارات اكشلي دي بهارات حلوه قوي كمون. بهاراتنا بقى نحطها
نحط السبع بهارات كلها يعني في الصلصه المتسبكه وشويه فلفل. خلاص حلو كده؟ مين هيساعدني نشيل الحاجات دي؟ ساعدوني انتوا، خلصتوا. يلا شيلوا اللي احنا مش عايزينه. احنا ايه؟ هجيب لكم هنا كوبايات، مش لاقي كوبايات اللي احنا كنا حاطينها. كانت هنا. كانت هنا اجيبها لكم. الكوبايه دي؟ دي؟ لا مش دي. استنوا هجيبها لكم. في كوبايات؟ ممكن ممكن حد يجيب لنا كوبايات برضو، ممكن يساعدونا. استنوا اقفوا كده. واحنا هنا ايه بنقلب الصلصه. بصي بقى يا ست الكل، احنا دي هتاخد وقت عشان تتسبك، اوكي؟ احنا مسبكين دي اوريدي، تعالي نحط دي على دي ونتخيل ان دي اتسبكت اوريدي. خلاص دي متسبكه. هنعمل ايه؟ عندنا احنا بقى، حاضر انا هجيب لكم اهو الكوبايه. ماشي. هننزل بالبيض فعلا، حطي يا فهد البيض المسلوق جوه الصلصه. اهم. شاطرين، حاسبوا بس ايه ما تدلقوش. هنحطه كده. ايوه بالظبط، برافو، يا سلام على الشفات الخطيره. انا بنضف ورايا وهم بيرصوا البيض في مكانه. بيض مسلوق ومتقطع ترانشات. طبعا البيض مهم جدا علشان فيه فيتامين الف وبيحمي، بيحمينا من حاجات كتيره قوي وامراض كتيره قوي، وبيبقى عندنا القدره كمان ان احنا نبقى بنقاوم اي مرض او فيروس. لا البيض مهم. خلصتوا؟ ماشي. ونضفتوا وراكم؟ انتوا اصلا ما عملتوش. يا نهار ابيض على الشطاره والحلاوه. تصدقوا عايز يتعمل تاني؟ استنوا يا ولاد. عايز يتفرم اكتر. نطلع اللبن من غير ايه؟ بلح. يلا فرموا تاني. ماشي. يلا. استنوا استنوا، ما حطيتش اصلا. استنوا استنوا. يلا حطيتوا البيض؟ حلو. اديله تقليبة؟ لا اديله تقليبة كده. لا يعني نحط الصلصة فوقيه كده عشان بس. ماشي؟ يلا. حلو كده. حلو قوي كده. كده جميل. يلا انا هصب. ثانية واحدة. بلح باللبن يامي. استنى. المفروض نصب احنا. نعمل ايه؟ نصب احنا. المفروض؟ ايه اللي فرده بقى؟ ايه اللي خلاك مفروض يعني؟ احكي لي. عادي. حتى لونه اتغير يا ولاد، خدوا واخدين بالكم؟ لما البلح اندمج اكتر بقى لونه ايه؟ مصفر كده. Which means ان هو بقى احسن بكتير. ماشي. دهب بتجيب مناديل صح؟ صح؟ بتجيبي مناديل علشان ننضف صح؟ اتفضلي. شطاره حلاوه طعامه. اخبار الشباب هنا ايه؟ يا سلام يا تشاف. هنحط بقى شويه موتزاريلا كده اهو. بعد اذني اتفضل. حط بقى موتزاريلا كده فوق. ايوه كده يا سيدي انا. ايوه كده. ادوا موتزاريلا، انزلوا بالموتزاريلا ونقوم ايه؟ مغطيين. يلا والله ما زيك. هنغطيها شويه لمده 10 دقائق لحد ما تسيح. هتبقى عامله ازاي في الاخر يا اولاد؟ هتبقى عامله كده اهو. ياه احنا مجهزين بقى واحده عشان ايه؟ نفهمكم شكلها هيبقى عامل ازاي في الاخر. بصوا كانها بيتزا صح؟ عملنا صلصتها وعملنا الموتزاريلا وحطينا البيض، بقت لذيذه قوي قوي قوي، وكانها بيتزا بالتوبنجز بتاعتها. تقدروا تزودوا حاجات لو بتحبوا طبعا، خضار او زيتون او كده. ومعانا العصير بتاعنا المفيد جدا اللي بيدي طاقه رهيبه. دقتوه؟ لا. طب يلا احنا هندوق بقى. احنا هندوق وهنروح طبعا نغني اغنيه حلوه جدا بمناسبه فين فهد؟ بمناسبه ان استاذ فهد جاي مع عمته النهارده. قول لي بقى، عمته بقى دايما بتقعد معاك بقى وتلعب معاك وتذاكر لك بقى وكده؟ دايما يعني العمه والده برضو؟ بالظبط. العمه والخاله. العمه والخاله طبعا، الخاله والده كده كده، العمه والده برضو؟ طيب ماشي، طالما عمته والده برضو وبتاخد بالها منك كده يبقى تستحق ان احنا نغني لها اغنيه صح؟ ماشي، هنغني اغنيه وهندوق الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها دي، ولما نروح هنحاول نعملها في البيت صح؟ تعملوها في البيت، وكمان الحلوين اللي بيتفرجوا علينا يقدروا ان هم يعملوا كل اللي احنا عملناه ده بسهوله رهيبه في البيت، ونبقى بنساعد ماما. دلوقتي احنا خلصنا الاكل بتاعنا، فتعالوا نقول لهم ايه؟ باي باي.